لا شك مشاهدينا الكرام إن الإعلام كان ليه دور كبير في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد في حرب 73، واللي قرر وقتها عدم التصريح أو الإعلان عن أي معلومات يستفيد منها العدو في الحرب. تعالوا نتعرف على الدور اللي قام به الإعلام من الدكتورة درية شرف الدين. الشعب المصري قبل ما يحقق انتصاره العظيم في 6 أكتوبر 73 كان ضروري في البداية يحقق أهم انتصار على الانكسار والهزيمة النفسية اللي حصلت بعد حرب يونيو 67، وقبل ما يحطم الجندي المصري الساتر الترابي المنيع لخط بارليف. كان من المهم أولاً أنه يحطم حاكز فقدان الثقة والفجوة اللي حصلت في علاقته بالسلطة بعد عام 67. الشرخ اللي حصل في يونيو 67 ترك أثاره الكبيرة أولاً على علاقة المواطن بالإعلام، سواء صحافة أو إذاعة أو تلفزيون، خصوصاً بعد ما الناس صدمت بالخسارة في الحرب وإن الإعلام زيف الحقائق وقدم لهم معلومات خاطئة، وكانت النتيجة في النهاية كارثية، وكانت قمة الإحباط الشعبي في اللحظة اللي أعلن فيها الرئيس جمال عبد الناصر على شاشة التلفزيون التناحي عن السلطة يوم 9 يونيو عام 67. ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. يمكن مشهد خطاب التناحي بيعتبر حتى الآن من أكثر المشاهد المؤلمة والمحبطة التي بثها التلفزيون المصري في تاريخه. والحقيقة إن إعلام 67 اتظلم، لأنه تم تحميله جانب كبير من مسؤولية الهزيمة، مع إنه كان في الحقيقة بيعكس سياسات هذه المرحلة بكل أخطائها. منذ هذه اللحظة بدأت في الإعلام أكبر عملية للمراجعة ولإصلاح الفكر والخطاب الجماهيري. تغيرت السياسات وفتحت كل وسائل الإعلام أبوابها للنقاش العام ولدراسة وتحليل أسباب الهزيمة. وعكس الإعلام بشفافية وبقدر كبير جداً من الحرية إبداعات الشعراء والفنانين في مجالات السينما والمسرح والغناء. عاش الإعلام المصري في الفترة من 67 وحتى 73 أزهى أيامه. كانت كل صحيفة وكل استوديو في الإذاعة أو التلفزيون هو امتداد لساحة الحرب الموجودة على خط القناة. في الإذاعة عبد الرحمن الأبنودي بيقدم برنامجه اليومي وجوه على الشط، بلي حمدي بيسجل أغنية وطنية، حمدي كنيسي بيقدم برنامجه صوت المعركة، والتلفزيون بينقل مسرحية محمد نوح وزكي عمر مدد مدد ما تشدي حيلك يا بلد. في جريدة الأخبار بينقل المراسل الحربي جمال الغيطاني مشاهد الصمود والمقاومة في مدن القناة. اتغيرت تماماً خريطة وأداء الإعلام المصري. توقفت نغمة البكاء على اللبن المسكوب، وأدرك الجميع أن الإعلام الصادق والحر هو اللي بيبني الوطن الحر. قبل 6 أكتوبر شارك الإعلام في خطة الخداع الاستراتيجي للعدو، وكان عنوان المرحلة لا صوت يعلو على صوت المعركة. امتدت جسور الثقة والتلاحم بين الشعب والجيش انتظاراً للحظة استرداد الكرامة ورد الاعتبار وتحرير الأرض. مع اللحظات الأولى لعبور قواتنا لقناة السويس ظهر الوجه الجديد للإعلام المصري، إعلام مهني وموضوعي بيقدم الحقيقة للناس. وكان أكتر ما أسعد الإعلاميين وخلاهم يشعروا فعلاً
بالفخر في تلك الأيام عندما كانت إذاعة البي بي سي ووسائل الإعلام العالمية بتنقل أخبار الحرب عن الإعلام المصري. حتى إعلام العدو كان بينقل بيانات هزائمه اللي بتذاعها الإذاعة المصرية. وكانت مشاهد الأسرى الإسرائيليين في سيناء اللي أذاعها التلفزيون المصري هي الخبر الأول في كل تلفزيونات العالم. اليوم من حقنا جميعا كإعلاميين أن نفخر بأن انتصار أكتوبر كان أيضا انتصار للإعلام المصري، إعلام الشعب الذي يؤمن برسالته الحقيقية وبحق المواطن في المعرفة وفي الخبر الصادق. كل أكتوبر ومصر وإعلامها المهني الواعي بألف خير.